طبعا عليكم وقت فوكس، جايب لكم مقطع جديد اليوم يا جماعة. حلقة اللي الكل منتظرها، الحلقة هذه يا جماعة راح نقاتل التنين او بمعنى اخر الاندر دراغون دراغون دراغون. فلا تنسى لايك واشتراك اذا مو مشترك. قبل لا نبدا ودي انكم تنشروا المقطع عشان نوصل مليونين. لازم تشترك اذا صارت الاشتراك خضرة، خلها رمادية وفعل اشارات، لان في 19.6 فقط فعلي اشارات وبد... فاول شيء مهمتنا اليوم راح نجمع الخرفان ونسوي لهم منطقه جميله فيها كام فاير وفيها اشياء جميله عشان يستانسون. يا جماعه لا تنسوا لايك والاشتراك اذا كنت مو مشترك، يعني اذا حاط علامه الاشتراك رماديه بدري خضراء بدري زرقاء، خلها رماديه ما ادري ايش خربطتها لهم، بس انه يعني اشترك وفعل اشارات. فخلونا نجمع الخرفان ونوريكم محبه الخرفان. طبعا ليش يا جماعه؟ لانه خلاص انتهت الحرب بين الخرفان وبين ريد فوكس، فخلاص يا جماعه ما في اي خرفان راح تنقتل ان شاء الله. فهيا بنا يا الخرفان، تعالوا حياكم اليوم يا جماعة راح نضبطهم. حلقة جميلة بسيطة. وين راح بيتي؟ ضيعت بيتي، انت ضيعت بيتي. لا تاكل لا تاكل لا تاكل لا تاكل مرة ثانية، لا تاكل قدامي، لا تاكل قدامي. نسيت ان الحرب انتهت، معليش يا شباب اسف، بس يعني عادي مرات نزعل من بعض. المهم خلينا نجيب لنا تقريبا اربع خرفان كذا ونكاثرهم كل فترة، كل فترة نحط لنا خروف كثير كثير جديد يعني. لا تاكل لا تاكل قلت لك لا تاكل. خلاص الحين خلينا نجيب خرفان بعدين خليهم ياكلون عادي، خليهم ياكلون. حياكم الله حياكم الله، حياك حياك حبيبي. لا تاكل لا تاكل عشان ما تضيع عمرك، لا تاكل. انا اليوم معصب يا جماعه. طبعا راح نحط لهم كام فاير يستانسون يدفون يسوون كل شيء. طيب يا جماعه لو لاحظتوا ترى عندي حاليا نذرايت بيكاكس من الحلقه اللي راحت، جمعت تقريبا والله خمس حبات نذرايت، يعني وضع خلاص نذرايت خلصناه، فشيء جدا خرافي. لكن اليوم راح نستفيد من النذرايت ونعلمكم كيف تجيبون النذرايت. طبعا بنكثرهم ونجيب اكثر واكثر واكثر. عرس المدينه تكفى، اخاف انا، خليك موجود. الحين نسوي لهم مفاجاتهم يا جماعه. الحين اول شيء لازم نسوي، وش لازم نسوي؟ كامب فاير. ليش ريد فوكس كامب فاير؟ لان الكامب فاير تعطيهم طاقه ووناسه، تعطيهم ريحه الفحم، عرفتوا؟ هي ملاهي، باختصار هي ملاهي للخرفان عشان يستانسون الملاهي. يستانسون الملاهي، يعني انت فهمت الفكره، اللي يستانسون الحيوانات البريه. حبي لكم ما ينتهي يا الخرفان، ما ينتهي يا قلبي ما ينتهي. يا جماعة ملاهي والله العظيم راح يستانسون الخرفان، لا تخافوا راح يستانسون الخرفان. اتوقع الارتفاع هذا زين، ايوه كذا زين الارتفاع، اتوقع الارتفاع زين. تلتوعة طقعان موجودين لكن نايمين يا جماعة. اوكي اصبر اصبر اصبر، وبلونهم لون احمر عشان يصير لونهم حلو. ايوه كذا مره حلو، الله جميل جدا يا جماعه، جميل جدا المكان يا جماعه. بس صبر صبر صبر، طبعا راح اعطيهم هدف، اذا ما سووا الهدف يا جماعه راح صراحه يعني راح نوصل الهدف الى نهايه العالم يعني. يلا يا جماعه شوفوا، بقول لكم هدف. خروف رقم واحد، خروف رقم اثنين، واحد منكم يقول لي وين الخروف رقم ثلاثة؟ يقول لي ايه هذا، حبيبي قول لي وين مكانه، هذا يبي له حلق، هذا يبي له حلق، يبي له حلق، هذا يبي له يبي احلق راسه، انا اعلمه شوي، انا اعلمه، والله لا اجرده من ملابسه، والله 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 ما اخليه، والله قاعد يقول لي ايه، ليش يقول لي ايه؟ ليش ما يقول لي وين مكانه؟ طبعا هذا راح نحط هذا خلاص، خله هذا شوي، خله تعال تعال حبيبي حبيبي. الحين تبي تروح الوناسه وتستانس يا جماعه، لا تطالع وراك، خلي يولي هذاك، خلي يولي خلاص، انسى انسى. ما ادري اذا هي راح تضبط معاك ولا لا، بس ان شاء الله تضبط معاك. يلا حبيبي يلا حبيبي، لا 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 يموت لا يموت لا يموت، لا هذا مات من زمان. اوكي لازم نرفعها شويه زياده، الملاهي ما ضبطت معاه. الحين الثاني خلينا نجرب عليه الملاهي، نسوي تجربه انسانيه، تجربه اجتماعيه يا جماعه، تجربه اجتماعيه. ايوه 100 100 100 100. لا عرفت حل هذه المشكله يا جماعه، لازم لازم نشيل البلوكات على طول. فيا جماعه للاسف ودع الملاعب اخونا بالله، راح نجيب واحد ثاني عادي عادي. تجربه اجتماعيه يا جماعه، تجربه اجتماعيه. يا اخي لازم واحد يجرب يا اخي، اذا هو ما جرب كلهم مات من الفرحه، صح مات من الفرحه، معلش. اذا هو ما جرب مين راح يجرب؟ لازم الكل يجرب يا اخي، هو مات من الفرحه. كذا فرح مستانس هو، فجأة كذا اعطاك عمره، عرفت؟ نحن ذاهبون الى الملاهي. شوف انقزوا بالمويه. لدينا اكوا بارك ولدينا اشياء كثيره. هيا بنا ايها الخرفان. شوف 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 رايحين رايحين مع بعضهم، شوف رايحين مع بعض. حياكم حياكم يا قلبي حياكم. هذول يا جماعه مستانسين لان لونهم اصفر وابيض يعني.
راح ازوجهم، والله راح ازوجهم لا تخافون، ما راح نسوي لهم شيء يا جماعه خطير، بس ازوجهم. تعال تعال يا قلبي، تعال تعال يا عمري انت، تعال حبيبي انت حبيبي، تعال 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 معايا تعال، والناس كلها مش راضيه، تعال 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 راح ازوجهم الحين عش. من قال لكم تشيلون عن نفسكم؟ ليش ما وصلنا للحين الملاهي؟ تعالوا الملاهي هنا، الملاهي شوفوا الملاهي فوق ذيك، تعال تعال. المهم خلينا نزوجهم الحين عشان يستانسون. يلا تزوجوا حبايبي، يلا تزوجوا حبايبي. وين الصغير حقكم بعد؟ تعال تعال حبيبي حبيبي انت حبيبي، تعال لا تخاف لا تخاف، عادي عادي شويه بس شويه، استانس وتكبر، استانس وتكبر عادي. طيب الحين اوه يا اخي وش ذا العذاب يا اخي، متعبه الحركه متعبه. الى الملاهي الجميله اليوم الموافق 5/3 تم اعداء، لا امزح اعداء. ايوه ايوه تعال انت معاهم، تعال يلا. اي 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 لا جهنم استغفر الله. ايوه اي اي الخروف الصغير، اي استانس العب 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 العاب العاب العاب. إيه بس يا جماعه سوينا الملاهي الخرفان اللي راح يستانسون فيها اليوم يا جماعه. شوف شوف مستانسين، طبعا يمكن يموتون من الوناسه ما تدري، عادي نزوجهم يا جماعه نزوجهم. المهم بما ان سوينا هذا الهدف بسوي لي حديقه دجاج، فراح نجيب دجاج ان شاء الله باليوم الثاني نضبط وضعنا. طبعا يا جماعه هذه الفكره واحد من الشباب بالكومنتات ببث نونو لايف قال لي يا ريت فوكس ابيك تسوي ملاهي الخرفان اسمه فايف اتوقع او شيء زي كذا، فقلت له تم من عيوني الثنتين اسوي لك ملاهي احلى ملاهي، فسويت ملاهي الخرفان. يعني الفكره مو مني ترى، والله مو مني يا جماعه مو مني. خلونا الحين نسوي لنا سيف نذر رايت ونروح ندخل النذر. طبعا خلف الكواليس وريكم ايش جمعت، جمعت 17 ايف اندر ودخلت النذر يعني فجمعت اشياء كثيره. طبعا ليش نتفلكس بتسوي لك سيف ثاني؟ والله ما ادري هذا مو عاجبني مره، واذا طلع لي سيف في ام بريكنج فخير وبركه يعني، اقدر ادمجهم مع بعض وبعدين احط عليه نذر رايت. فهذه الفكره الاساسيه اللي بسويها، بس يعني عندنا بو عندنا اشياء كثيره نقدر نطور، جمعنا ليفل، يعني باختصار انا جاهز يا جماعه. مين جاهز؟ انا جاهز انا جاهز. خلونا نطور الحين، واذا صارت التطويره حلوه معناته المقطع هذا راح يكون حلو، وإذا ما كانت حلوة هم راح يكون حلو المقطع، ما له دخل التطوير بالمقطع أبدا. يوهو ما جبنا لابس زازولي، والله العظيم مشكلة كبيرة. أنت وخر ناروتو، أنت خلاص أطير. لا أمزح، إلا المنتسبين يا جماعة، المنتسبين والمتابعين، إلا هذول الاثنين، لا حد يتحرش فيهم. خله خله إي دفني عادي عادي عادي، لا هذول الاثنين لا تسوي لهم شيء. يلا 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 أنا متحمس يا جماعة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أكباك شفت أنا. ياه او في اشياء حلوه. طيب تصدق السيف بيكون مره حلو. المهم خلينا نشوف البو بعد وش بيطور لي. اصبر البو باور حلو، باور حلو. المهم خلينا نحط السيفين مع بعض. اوه والله خذ مني 14 ليفل، اخ يا قلب 14 ليفل 14. طب ليش تنزل تفك تحت؟ لان تحت هي غرفه التحويل الاشياء الى نذرايت، بعدين بنجمع نذرايت اكثر، بس حاليا انا مهمتي اني بخلص الاندر دراجون. انا يا اخي لي فتره ما قتلته يعني، مشتاق له من زمان. نسوي زي كذا. سيف النذر رايتو الاسطوري. طيب خلونا الحين ندور، بس خلاص الحين نجيب لي اكل من المخزن وبعدين خلاص نروح. طبعا انا قلت بالحلقات اللي راحت ريد فوكس انت قلت ما تبي الالترا. اي يا اخي قلت، بس يمكن قاعد اكذب يا اخي. يا اخي الالترا مره مفيده يا اخي، والله كثير يقولوا ريد فوكس انت قلت سوي هاشتاج. اي يا اخي سويت هاشتاج، بس يعني منه فايده يعني لا لا صح، ما راح نستعمل الالترا، راح نقتل الالترا دراجون ونرجع بيتنا، بس ما راح نقتل الالترا، ما راح نقتل الالترا. شلونك انت عساك بخير؟ والله يا اخي انا بخير والله، انت شلون؟ زين الحمد لله والله تمام والله. شايف بوابه قريبه مني من الجهه هذه، طبعا هذول قاعد يلعبون بالملاهي السحريه. شطار يلا العبوا لا قسم بالله اقتلكم الحين. يلا اوكي اوه نروح الجهه هذه. اوه والله شكلنا مطولين. كسرت كسرت يا اخي، ليش يا اخي قسم بالله حظي كم نسبه التكسر؟ يا انها زايده عندي يا انها في شيء غلط، والله العظيم في شيء غلط بالموضوع. السيف هذا حلو حق السكيلتون بس ما ينفع معاه حق الوحوش الثانيه. يعني شوف الخروف ضربه واحده لازم تنقز، لازم كريتيكال سترايك. يب زي كذا لازم ايش؟ كريتيكال سترايك. اذا مو كريتيكال سترايك ما ينفع معك. ما جبت معي مويه ولا بلوكات ولا شيء، احنا داخلين النذر جاهزين. ك
كذا جاهزين، انا احس نفسي جاهز. انا الحين عندنا 14 حبه وبدا يجي الليل والوضع مره خطر، يعني كل ثاني ينقص. كان عندنا 17 حب، خسرنا تقريبا 3 حبات بسبب هالخياس اللي كذا تختفي الايف اندر عشان حظي خايس. فيا على لعنة الحظ، اما ان تعملين الان او والله العظيم راح يمه والله خر علي الكلب السكلتر. يا تكفى انقلع انقلع وخر عني وخر وخر، انا تعبان انا. انت تستهبل علي كثاني بوديني جهة. وين الاند يا اخوي؟ وين راحت؟ معناته الاند تحت. ياب هنا الاند تحت. شوف 11 حبة، 12 حبة من 17 حبة. اوه صح في كتب هنا مكتبة، خلنا ناخذ معانا الكتب. اهم شيء الكتب. اي ريد فوكس بتروح تدور كتب؟ اي بدور كتب. انها النهايه الابديه، انها النهايه بعد لا نهايه. اوه اوكي هذه هي المكتبه. حلو حلو حلو، نبي ناخذ كل الكتب موجوده. بتقول يا ريد فوكس انت ايش جوك؟ انا جوي كذا ابي الكتب. كتب ببلاش ما تاخذها؟ يقول لك كثر من البلاش، دائما كثر من البلاش. المهم خلونا نصعد فوق ونذهب الى القوقيق قلاقه. اوكي وين الاند؟ وينها وينها؟ طلعني لند طلع. ايوه هذه هي. هوهو تفجر. يس اخيرا الاند، اخيرا يا جماعه والله متحمس. ولا عين موجوده ولا عين. بسم الله. 1 2 3 2 3 1 2 3. هولي مولي، يعني لو جايب 11 حبه ما راح الاقي ولا انت. يعني حظي اقسم بالله خايس. يو يا الحظ الخايس. يو 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 يو. الحمد لله انه زين لقينا هالشيء. اوكي تعالي انت دراجون. انا خليتك كم حلقه؟ خليتك تقريبا 11 حلقه، ما ادري كم حلقه، ما اتذكر، بس حلقات كثيره خليت. فاسف يا لندر دراجون، حان وقت نهايتك. نعم نهايتك اليوم راح تكون هنا. يا ليل يا ليل، جاني الخرا هذا. ايش تبي؟ ما طالعتك يا اخوي لندر دراجون. تكفى لا تجي. بليز بليز لندر دراجون، والله العظيم احبك والله ما يستوي. ايوه هذول احلى شيء انهم قصار جايين مو طوال مره. لا ننسى ان المتابعون يجالسون رؤيتي ويرون انني فنان جدا. اي امه. اوكي صوتي تبعت عليها. خفت والله خفت. معليش انا صرختي بس والله خفت يا جماعه، خفت مره خفت. انه الفن ايوه ايوه. يا تعال يا لندر دراجون والله لو اوريك. الحين نقتله بالشادر يا جماعه، نحط الشادر ونقتله يا جماعه. ايوه قتال لندر. لا لا خلاص عيني نعمت، معليش خلاص ما يحتاج شادر. المقاتلون لا يحتاجون الشادر. يا اللي ما تستحي وجهك رجال كبير انت يا اخوي. انقلع يا اخوي يا اخوي انقلع، مو فاضي لك انا. انزل انزل لو فيك خير انزل. ما عندي اسهم، لو عندي اسهم والله وريتك سواد دنياك يا ولد. ايوه لا 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 بموت 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 بموت. العين شكله تفل عليه كثير. حيوان والله. لا 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 لا. شت وش ذا الطيحه؟ اولي شت. والله خرعني يا ابوي. خرعني الكلب، طيرني فوق فوق. والله خرعني، جلطني جلطه مثل ذينا كذا. انا والله اول مره ادري يقدر يطيرني هالفتره البعيده. يعني ادري انه يطيرني بس طيرني بعيد. بعيد مره. ما جبت معي بلوكت مويه، زين اللي جبت معي بكت مويه. الحين اخيرا رجعنا لك الاندر دراجون. تعال تعال يا اللي ما تستحي على وجهك تعال. وش اغراضي؟ اول شيء اغراضي بعدين اقتلني. ترى الاندر دراجون يقدر يختفي الاغراض، فاغراضي وينها؟ يا ولد انقلع عني، انقلع مو وقتك تكفى. هذه اغراضي، هذه لا مو اغراضي، هذه اغراضي وين؟ هذه اغراض. لا 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 بليز بليز بليز. تعال تعال يا كلب تعال، والله ما اخليك. لا 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 لا. بديت اكل حلاوه يا جماعه. بسرعه بسرعه روح انت ساعه على ما يروح ذا. يمه وش ذا الحظ يا اخي؟ تكفى وش ذا الحظ؟ تكفى. قل لي علمني على الحظ. ايوه ذبحناه اخيرا اخيرا يا ابوي. اف بعد غياب طويل يا اخي. اخيرا 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 يا اخي. لا رجعت وما في حظ، رحت وما في حظ. والله ما ادري ايش اقول يا اخي.
خلنا نناغب بس هذولي. ترن ترن ليفل 65 نقل نلفل الحين مطور. صبر قبل لا ننهي خلونا نطور دروعنا الجديدة. ابي اشوف يمكن يطلع لي فيذر فولينج فخلنا نطور. حلو فاير بروتكشن اي في احسن من اللي عندي. اللي عندي فاير بروتكشن ما ليش يطلع لي كله فاير بروتكشن بالبوتس بس يلا. ثرونز وفاير بروتكشن حلو هذا مندمجهم مع بعض بعدين. شاربنس حلو شاربنس حلو هذا اللي ابي انا. طيب خلونا ندمج الدرعين ذولي وبنخليه بعدين شو اسمه. طبعا الاغراض هذه كلها بتكون نذرايت. وبس يا جماعه تعجبكم مقطع اليوم لا تنسوا لايك واشتراك اذا كنت مو مشترك. ان شاء الله الحلقه الجايه راح نجيب الالترا التقليديه مو الالترا اللي موجوده بماينكرافت. لا لا الالترا ثانيه. فنشوفكم على خير ويلا مع السلامه.